في نقلة بقى، يعني مكلمين عن دورك في سيما ماجي، ودور مختلف قوي. ايه النقلة بقى النوعية هنا في نقلة الدور؟ تخد زوجة ما عندهاش شخصية، ضعيفة. انتي ضعيفة الحقيقة يا ايمان، تصدقي يا ايمان هي بتعرف تعمل كل حاجة. شفت الحلاوة دي؟ وبتحب صح. كمال، مين ما بيحبش كيمو وكمال ابو ريا؟ جميل. وكمال ابو ريا نصاب في الكاركتر، بينصب عليها، بياخد لها فلوسها، هي عارفة انه بينصب عليها، بس هي ما عندهاش شخصية ولا قوة انها تقاومه، عايزاه جوزها والسلام. الست أمينة عمري يعني؟ الست الغلبانة اللي ما بتقول حاجة جديدة، عمري ما عملت الكاركتر ده، مع ان ده عكس شخصيتك خالص. ما هي الشطاره، ده مش كده خالص. طب فانا فرحت جدا لانه كمال، يعني انا احنا اشتغلنا مع بعض، بس انا كنت قويه جدا عليه في الف ليله وليله، كنت المتحده عملت لنا الف ليله وليله عالميه طبعا، ودي مناسبه اني انا كنت بفكر البس اسود، بعدين قلت انت جايه فتره صباحيه، اسمحي لي يعني اتوجه بالعزاء للاربع منتجين، للمتحده، لسينرجي، ايه الخساره الكبيره صحيح. الفادحه حاجه يعني طبعا، واحنا كمان بنقدم التعازي، خسارتنا طبعاً كبيره قوي 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 في اربعه القلب. يعني الحقيقه علامات مهمه، صدمه كبيره جدا، وربنا يعزي اهاليهم ويصبرهم والمتحده واستاذ سامر تعبان جدا. فالمتحده عملت الف ليله وليله في بولندا، والتصوير كان كله في بولندا. انت في السفر بتكتشفي الناس الحلوه. زي مين بقى؟ كمال. كمال ابو ريا، الشهامه والجدعنه قوي قوي. فكان هو العكس عن الشخصيه اللي هنا. انا شخصيه قهرته وبعذبه، لاني انا السحر الاسود امهير، وهو السحر الابيض الطيب. فهنا العكس، عكست الشخصيات بقى. انا اللي بيضحك عليا وبياخد لي فلوسي.